الحياة بدون رجال، إنه مسؤولية أولاد ومرض وطريق وتعذبت كتير أنا لو صرت على اليونان، لأنه طلعت من لبنان على سوريا ومن سوريا على تركيا. تعذبت كتير بهذا الموضوع، وبنتي لحالي وأنا مرة لحالي، ما في مستقبل ومعيشة غالية، حياة صعبة. بنتي بفرقها عن أبوها نسيته، يعني بس بيجي بيدق ما بتحب تحكي معه لأنه نسيته، يعني له سنة وشهرين غايب. يعني إذا بقعد أنا لسه شوي كمان خلاص تنسى كليا، لأنه بتحكي معي، قلت لي يا عمو بنتي نسيت انه اسمي انا اسمي ابوها، قلت لي يا عمو وقت حاكيها ما بتحكي معي بنتي، بصير تبكي. قلت لي انت مالك ابي، نسيتني بنتي، صار لي اكثر من سنه وشهرين بعيد عنه. يعني شعور كثير حلو، وان شاء الله يكون هذا الشعور وهذا الشيء كثير قريب، لانه انا كثير تعبت كثير. شوف على التليفون، واحيانا بعطي الصور تبعاتي لمرتي انه هذا عمو مو بابا، وما بتحكي معي، واغلب عم يصير في مشاكل بيني وبين مرتي لانه في بعد بيني وبينها، وما بحس احكي مع بنتي مثل عالم الناس، واحيانا بضطر احكي مع حدا من رفقات مرتي